اما حقيقه هذا التصريح الذي جاء على لسان معالي وزير الشؤون الدينيه والاوقاف، انا ارى بان هذا التصريح هو مبالغ فيه كثيرا. لان حقيقه نحن الزوايا حذرنا مرارا وتكرارا بان قلنا ان السلفيه هي الخطر الوحيد الذي يهدد كيان الوحده ويهدد امن الجزائر واستقرارها. حينما قلنا هذا الكلام ثارت ثائره الجميع وقالوا بانكم تستعملون الاقصاء تجاه هذه المجموعه ولكن تبين في الايام بان هذه الطائفه اللي هي طائفه السلفيه شكلت خطر حقيقي واستولت على المساجد لان اغلبيه المساجد او بعض المدارس القرانيه وبالاخص في الجزائر العاصمه هي تحت سيطره السلفيه. ولها افكار هدامه افكار ليست لا في صالح الوطن ولا صالح الامه ولا صالح المواطن وهي تعمل على تشتيت وتفكيك النسيج العقائدي للمجتمع اما ما يقصده معالي اي أيوة نوع استاذ ابو قادر اي نوع من السلفيه تتكلم السلفيه انواع في الجزائر السلفيه كلها. هناك سلفيه علميه هناك سلفيه تؤمن بالعمل السياسي وهناك سلفيه متطرفه من لا ترى الا في السلاح وسيله لممارسه نشاطها وهذا هذا هذا يعني اقصى ما في السلفيه اي سلفيه لا هو اي سلفيه انت لا اقصد المرض هو المرض يعني ما كانش فرق بين يعني المرض. كلها كل واحد عندك يعني. كل هذه السلفيه سرطان خبيث يهدد استقرار ووحده وحده الجزائر وهذا هم الجزائر يعني. نعم هذا هو هم الجزائر لان القضيه هذه بنت منذ التسعينيات يعني من من دخول الـ الـ ما تسمى الحركه الصحوه الاسلاميه, الصحوة الإسلامية في الجزائر هذه 80. وكأن 80. وكاننا شعبنا كان كان في ظلاله وفي جهاله قبل قبل الثمانين وهذا عيب ممكن يقصدون بالصحوه يعني الاسلام ظاهره الاسلام السياسي في الجزائر نعم. استاذ ابو قادر سأعود اليك فكرتك الآن لا دعني اكمل حتى ما تشتتش الافكار لان السلفيه قلت بانها مرض ينخر المجتمع والنسيج العقائدي لنا فوضى حتى من ناحيه الفتوى الآن ها بالمناسبه تاع ذكرى عاشوراء كل تيار كاين الناس صامت البارح وصامت اليوم كاين الناس تصوم اليوم وتصوم وتصوم غدوه، الان تلفوها الحقيقة لشعبنا. لهذا اما قضيه ما يقصده وزير الشؤون الدينيه على بعض الطوائف هذه ممكن هذو شباب مراهقين احيانا تكون عن طريق فيسبوك عن طريق الانترنت وليست ولكن يعني لا يشكلون اي خطر. لا يشكل اي خطر.